الله أمرنا بالعمل لينظر عملنا، فالحياة عقيدة وجهاد وكفاح وبر وفلاح. لا مكان في الحياة لأكول كسول، ولا مقعد في حافلة الدنيا لمخذول. ابدأ في طلب الأجر من الفجر بقراءة وذكر ودعاء وشكر، لأنها انطلاق الطير من وكورها. ولا تنسى بارك الله لأمتي في بكورها. العلم في حركة كأنه شركة، وقلبك خربة كأنه خشبة. الطير يغرد والقمر ينشد، والماء يتمتم والهواء يهمهم، والأسود تصول والبهائم تجول، وأنت جثة على الفراش، لا في أمر عبادة ولا معاش، نائم هائم طروب لعوب أكول كسول. ولا تقل الصبا فيه اتساع، وفكر كم صبي قد دفنت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. أنت تفطر والملائكة لا يفطرون، وتسأم العمل والمقربون لا يسأمون. بما تدخل الجنة؟ هل أوذيت في نصر السنة؟ فانفض عنك غبار الخمول يا كسول، فبلال العزيمة أذن في أذنك فهل تسمع؟ وداع الخير دعاك فلماذا لا تسرع؟ لا بد للهمم الملتهبة أن تنال مطلوبها، ولا بد للعزائم المتوثبة أن تدرك مرغوبها. سنة لا تبدل وقضية لا تحول، سوف تأتيك المعالي إن أتيت، لا تقل سوف عسى أين وليت. قل للمتخلفين اقعدوا مع الخالفين، لأن المنازل العالية والأمان الغالية تحتاج إلى همم موارة وفتكات جبارة لينال المجد بجدارة. وقل الكسول النائم والثقيل الهائم، امسح النوم من عينيك واطرد الكرى من جفنيك، فلن تنال من ماء العزة قطرة، ولن ترى من نور العلا خطرة، حتى تثب مع من وثب، وتفعل ما يجب، وتأتي بالسبب. ألا فليهنأ أرباب الهمم بوصول القمم، فهبوا إلى درجات الكمال نساء ورجالا، ودربوا على الفضيلة أطفالا.